السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في قناة كيزاري وتحية خاصة لكل من يتابعني. حبايبي، شرحنا اليوم على التطبيق توب فولو اللي هو لزيادة متابعين انستغرام واللايكات انستغرام، بما أنه نعرف هذا أفضل تطبيق حاليا لزيادة متابعين انستغرام. لكن تجيني هواية أسئلة على الانستغرام، عندهم مشاكل هواية أنه حساباتهم جايين حظر ويريدوا نحل المشكلة، وأكو أسئلة هم جاي تجيني هو أنت شلون هكر التطبيق، وخلينا نستفاد منك وإحنا هنهكر التطبيق ونجمع نقاط أكثر ونستفيد متابعين أكثر. فاليوم راح نسوي شرح على كل المشاكل الموجود تطبيق توفولو. أول مشكلة اللي أنا سويت لكم شرح كيف هو تجين رسائل منها، هنا ما نقدر نسجل دخول، من سجل دخول يطلع لنا أربع الأرقام أو ثلاثة مكتوب عليها أنه لازم تدخلون صورة شخصية للحساب، ولازم تحولون حساب إذا كان الخاص تحولوه حساب العام، وتنشرون منشورين بالحساب وتدخلون سيرة ذاتية وفقط، بالحالة تقدرون تفتحون حساب بالتطبيق. أما مشكلة بعدها نجي على التطبيق، تشون هكر التطبيق. خلينا نفتح الحساب بالتطبيق توفولو أكسيفت، وهنا ننقر على لوجين، وهنا نكتب يوزر مع الحساب ونضيف كلمة مرور ونضغط على لوجين. هاي لما يشوفون النقاط عندي اكثر من 70,000 وجاي جمع نقاط هواية دي يقولوا انت هكر التطبيق، وخلينا احنا نستفاد. والله لو اكو حاليا اي طريقة نهكر التطبيق راح اسوي لكم شرح عليها، لكن ماكو، واسوي لكم الشرح شلون تجمعون نقاط بكل سهولة بدون ما ينحضر حسابك بطريقة كل سهلة. يعني ما هكر التطبيق ولا لحد الان اكو اي طريقة تقدر تهكر التطبيق. اذا اكو من عيونه راح اسوي لكم شروحات جديدة على تطبيق. لكن طريقة لتجميع النقاط بكل سهولة بدون ما تنحضر كالآتي، انه اذا جمعت نقاط، اذا حسابك ضعيف، اذا تسوي حساب وهمي راح يكون اضعف من حساب اساسي اللي لك بايميل ورمز وصورة شخصية، راح يكون اقوى يتحمل تنظيم متابعة اكثر. اما حساب الوهمي لازم تنظيم متابعات اقل. مثلا اذا انت طريقة تجميع النقاط تنقر على ستارت راح عندك فولو ولايك، اذا تختار فولو مثلا متابعة على كل متابعة راح ينطيك 4 نقاط. نضغط على ستارت راح يجمع مثل ما تشوفون فوق كل متابعة 4 نقاط. اوكي، فحساب الوهمي راح يكون ضعيف اكثر، فإلك حق انه تجمع اكثر من تنظيم متابعة ل 150 شخص او اقل، وراها تنتظر فد نص ساعة او اكثر على مود ما تنحضر حسابك او ما تتبنى. لان المشكلة مو من تطبيق توفولو، بمعنى المشكلة من شركة انستغرام نفسها. اذا نجي على حساب انستغرام، اذا تجي تفتح حسابك الرسمي بالانستغرام، هم اذا تنطي متابعات هواي للاشخاص بدون ما تعرفهم، اذا على استمرار تنطي متابعة اكثر من 150 او 200 شخص هم تنحضر. لان مشكلة من انستغرام مو من تطبيق لحد الان ما بي اي مشكلة ولا يتبنت وامان كلش. اما للتحديث الجديد اللي ضايفينه هنا، هاي مال تاسك تضغط عليها، هم تقدر تجمع النقاط بدون ما تنطيم متابعة لأي شخص. أنا جاي أفعل هذا الشيء، يوميا جاي أجمع النقاط بدون ما أتابع أي شخص. مجرد هنا تختار الرقم، مثلا أول يوم تخلي 10، وهنا مقابلها هم تخلي 10، هنا تخلي على ديفولتي، وتنزل جوا على ثالث واحد كيكلي رويل أكاونت، تنطي صح مثل ما تشوفون، تنطي صح وتجي لفوق هنا تنطي سيف يعني حفظ، وهنا راح يجمع لك نقاط شوي شوي جاي لأي. راح يجمع لك نقاط، اعتقد هذا من نشاط الحساب داخل التطبيق، يجمع لك نقاط بدون ما تتابع اي شخص. اوكي، هسه انا مثل ما تشوفون ما منطي متابعة لاي شخص، لكن داخل الحساب جاي يجمع لي نقاط يومية 3000 2000 بدون ما اتابع اي شخص، وهذا الشيء كلش حلو تقدروا تجمعون به نقاط ما عدا هنا عن طريق النقاط مال تنطي متابعه.
فأما التحديثات الجديدة ما مغيرين كل شيء، مجرد هو هذا مال تاسك تخلي الأرقام الثاني يوم اختار لك 20 أو 15، هم تنطي سيف يعني حفظ، وهم راح يجمع لك في 3000 أو 2000 أو 2500 خلال 24 ساعة بدل الرقم. فهذا الشيء كلش حلو لحد الآن اللي ضايفينه بهذا التطبيق، وإن شاء الله إذا يصير تحديثات جديدة هم أسوي لكم شرح عليها. لكن طريقة اللي ما ينحضر حسابك أنت ظل تستمر تنطي متابعة متابعة متابعة، فشركة إنستغرام مو تطبيق توفولو، لا شركة إنستغرام يقوم محضر حسابك لأنك تنطي متابعة لأشخاص أنت ما تعرفهم، وجاي تنطي متابعة لأكثر من 150 شخص 200 شخص خلال 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق. وهنا عندك فريكوينس يعني نقاط المجانية تضغط عليها، عندك أول واحد راح ينطيك يومية على 5، ثاني يوم على 10، مجرد تضغط عليها وتنقر على تشيك إن أوكي راح ينطيك النقاط. نرجع على الثاني يوم تجي على 10 ينطيك، وثالث على 15، تنزل الأخير على آخر يوم مثل ما شوفون 155 نقطة. خلينا نرجع على ثاني خطوة مع الكود، كود التطبيق. هنا مثل ما شوفون أنا عندي كود، ومن لمن يطلع هنا كود لأن أنا حاط الكود مع الغيري هنا ومنطي سين مثل ما شوفون، ندخل نسخ ننطي هنا لزق، تجيب كود غيرك أوكي، كود غيرك تجيبه وتخليه هنا تنقر على سين راح ينطيك 100 نقطة. بما أنه أنا مسوي هذا الشيء ما راح يصير مرة ثانية أسويها، مثل ما شوفون عندي علامة صح هنا ما يصير أنا أسوي مرة ثانية، لكن عندك طريقة أنه تقدر تنطي لأصدقائك اللي جديد منزلين تطبيق لو ما مستخدمين هاي الطريقة، يستخدمون كود مالتك تحصل على 100 100، كل واحد يستخدمه تحصل على 100 نقطة. وطريقة إرسال شو اسمه متابعين أو لايكات نفسها، تجي على فولورز إرسال المتابعين، تكتب اليوزر مال الشخص اللي تريد تزله متابع، مثلا حسابي ننقر على موافق راح يظهر عندي حسابي الشخصي مثل ما تشوفون، وهنا تختار المتابعة أوكي عدد المتابعين اللي تريد ترسله على حسابك أو حساب الشخص اللي تريد ترسله للمتابعين مثل ما تشوفون. طريقة نفسها على 8000 نقطة ينطيك 1000 متابع، هسه أنا عندي 70 راح ينطيني تقريبا 9000 متابع. أما اللايكات هم نفس الشيء، مثلا تختار على 40 نقطة ينطيك 10 لايك. فيا حبايبي هذا الشرح كله أتمنى عجبكم، لأن ماكو غير طريقة لتجميع النقاط، ماكو لحد الآن أي طريقة هكر التطبيق. أما أني جمعت نقاط بهاي الحالة، أنطي مثلا 150 متابعة وخلص، أو حسابي اللي قوي أنطي 200 متابعة وخلص، أنتظر نص ساعة أو أكثر من ساعة على مود ما يدبنت حسابي. وهذا الشرح كله، أي شيء يصير مشكلة شيء اكتب لي بالتعليقات راح أرد على كل. وشكرا على المشاهدة، مع السلامة حبايبي.